طلاب الأعزاء، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم سنتحدث عن الدرس الإعراب الاسم المقصور والمنقوص والممدود. مرة معنا سابقا في أثناء الأمثلة والإعراب كنا نعرف هذه الأمثلة، مثل عندما نقول كلمة قاضي وكلمة هدى وكلمة عنا صحراء، ولكن اليوم سوف نأخذه بشكل مفصل كما هو مقرر في كتابنا المدرسي. دعونا طلابنا أنا وأنتم نتأمل الأمثلة الآتية. الكلمات التي تحتها خط، مثلا كلمة عنا الراشي وكلمة المرتشي، المنادي، كلمة القاضي. لو نأتي مثلا إلى نوع هذه الكلمة، عندما نقول نوع يعني إحنا نريد أن نعرف هي اسم أم فعل أم حرف. عندما نقول كلمة الراشي، هل هي كلمة دلت على عمل أو دلت على هاي؟ طبعا لا، إنما هي دلت فقط على شيء محدد كاسم شخص اللي هو الراشي أو المرتشي أو كلمة المنادي. فهنا وأيضا من علاماتها الأخرى أنها هي عرفت بأل التعريف، فهذه من إحدى علامات الاسم، فهي إذن نوعها اسم. اثنين، الحرف الذي انتهت به الكلمات الآتية. عندما أجي إلى كلمة الراشي والمرتشي والمنادي والقاضي، بماذا انتهت؟ انتهت بياء. هل هذه الياء مشددة؟ طبعا لا، إذن نقول ياء غير مشددة. الحالة الإعرابية، نقصد بالحالة الإعرابية بثلاث مواقع إعراب: الرفع والنصب والجر. عندما نأتي مثلا إلى كلمة الراشي، ما موقعها الإعرابي؟ إنها جاءت في بداية الكلمة وتعرب مبتدأ، إذن هي موقعها الإعرابي رفع. اثنين، عندنا حركتها. الحركة يعني بدنا، هل هي فتحة ضمة كسرة؟ مدام إننا نعرب مبتدأ، بماذا تعرب؟ تعرب بالضمة. عندنا يعرب مبتدأ مرفوع بالضمة. هل الضمة هي ظاهرة عندنا بالكلمات، موجودة عندنا بالكلمات؟ طبعا لا، إذا نعربها مبتدأ مرفوع بالضمة. ماذا؟ المقدرة. ما معنى كلمة المقدرة؟ أي معنى غير مرئية، غير ظاهرة على الكلمات، السبب منعا من ظهورها الثقل. كلمة الثقل أي صعوبة لفظ حرف العلة مع الضمة في أثناء وجودها على الحرف. الأمثلة التي بعد، مثلا كلمة والمرتشي، لاحظ من الحرف الذي ربط ما بين الراشي والمرتشي؟ هو حرف الواو، وحرف الواو كما درسنا هي من حروف العطف. إذا ماذا نسمي الاسم الذي بعد حرف العطف؟ نعربه اسم معطوف مرفوع بالضمة، ونلاحظ بماذا انتهى؟ بمرتشي. إذا تعرف نفس الإعراب، اسم معطوف مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. نأتي إلى الجملة الثانية، سمعت المنادية. الكلمة عنا منادية، نوعها كما تعرفنا هي اسم، إنها عرفت وبالتالي انتهت بياء غير مشددة. الحالة الإعرابية، لما أقول أنا سمعت المنادية، ما هو موقعها الإعرابي؟ سمع فعل. من الذي سمع؟ أنا. إذن التو هي الفاعل. ماذا سمعت أنا؟ إذن سمعت المنادية. إذن ما موقع المنادية؟ نعربها مفعول به. إذن ما حالة الإعراب المفعول به؟ هي حالة نصب. إذن هنا أمامنا هو حالة إعرابية، هي حالة النصب. حركتها، الحركة، لو نأتي مثلا نعربها مفعول به منصوب، هل الحركة هنا ظهرت؟ نعم ظهرت. إذن في حالة النصب الاسم المنتهي بياء تظهر عليه الفتحة، فنعربه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. آخر جملة، أعجبت بالقاضي العادل. مثلا عندنا الكلمة القاضي، نوعها كما تطرقنا بالأمثلة السابقة اسم، انتهت عنا بياء وهي ياء غير مشددة. الحالة الإعرابية، نقول بالقاضي، ماذا نعربها؟ نعربها اسم مجرور، واسم مجرور دائما هو في حالة جر. إذن الحالة الإعرابية أمامنا هي حالة الجر. الحركة هي الكسرة،
إنما هل نأتي كلمة القاضي هل ظهرت من الكسرة على الياء؟ طبعا لا. إذن أين هي؟ تعتبر مقدرة مرئية غير واضحة. إذن بالكسرة المقدرة منعا من ظهورها الثقل. كلمة الثقل يعني صعوبة لفظ حرف العلة مع الكسرة. نستنتج مما سبق طلابنا الأعزاء على أنه الكل اسم ينتهي بياء، ينتهي نحن نركز بياء غير مشددة، وهي ياء ثابتة لازمة بالاسم، يسمى الاسم المنقوص، وهو الاسم الذي ينتهي بياء غير مشددة وما قبلها مكسور. لما أجعل الحالات الإعرابية للاسم المنقوص كما سبقنا أنه هو له ثلاثة مواقع إعرابية: رفع ونصب وجر. في حالة الرفع الضمة المقدرة، أما في حالة النصب الفتحة الظاهرة، أما في حالة الجر فهي الكسرة المقدرة، الكسرة المقدرة أيضا. هكذا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من درسنا، آملين منكم المتابعة لهذا الدرس. نعربه اسم معطوف مرفوع بالضمة، ونلاحظ بماذا انتهى؟ بمرتشي. إذن تعرف نفس الإعراب، اسم معطوف مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. نأتي إلى الجملة الثانية، سمعت المنادية. الكلمة عنا منادية، نوعها كما تعرفنا هي اسم، إنها عرفت وبالتالي انتهت بياء غير مشددة. الحالة الإعرابية لما أقول أنا سمعت المنادية، ما هو موقعها الإعرابي؟ سمع فعل. من الذي سمع؟ أنا. إذن التو هي الفاعل. ماذا سمعت أنا؟ إذن سمعت المنادية. إذن ما موقع المنادية؟ نعربها مفعول به. إذن ما حالة الإعراب المفعول به؟ هي حالة نصب. إذن هنا أمامنا هو حالة إعرابية، هي حالة النصب. حركتها الحركة، لو نأتي مثلا نعربها مفعول به منصوب، هل الحركة هنا ظهرت؟ نعم ظهرت. إذن في حالة النصب الاسم المنتهي بياء تظهر عليه الفتحة، فنعربه مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره. آخر جملة، أعجبت بالقاضي العادل. مثلا عندنا الكلمة القاضي، نوعها كما تطرقنا بالأمثلة السابقة اسم، انتهت عنا بياء وهي ياء غير مشددة. الحالة الإعرابية المقول بالقاضي ماذا نعربها؟ نعربها اسم مجرور، واسم مجرور دائما هو في حالة جر. إذن الحالة الإعرابية أمامنا هي حالة الجر. الحركة هي الكسرة، إنما هل نأتي كلمة القاضي هل ظهرت من الكسرة على الياء؟ طبعا لا. إذن أين هي؟ تعتبر مقدرة مرئية غير واضحة. إذن بالكسرة المقدرة منع من ظهورها الثقل. كلمة الثقل يعني صعوبة لفظ حرف العلة مع الكسرة. نستنتج مما سبق طلابنا الأعزاء على أنه الكل اسم ينتهي بياء، ينتهي نحن نركز بياء غير مشددة، وهي ياء ثابتة لازمة بالاسم، يسمى الاسم المنقوص، وهو الاسم الذي ينتهي بياء غير مشددة وما قبلها مكسور. لما أجعل الحالات الإعرابية للاسم المنقوص كما سبقنا أنه هو له ثلاثة مواقع إعرابية: رفع ونصب وجر. في حالة الرفع الضمة المقدرة، أما في حالة النصب الفتحة الظاهرة، أما في حالة الجر فهي الكسرة المقدرة، الكسرة المقدرة أيضا. هكذا وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من درسنا، آملين منكم المتابعة لهذا الدرس. طلابنا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع درس الاسم المقصور والمنقوص والممدود. كما شرحنا الدرس الاسم المنقوص، اليوم سوف نشرح اسم المقصور ونتعرف حالاته الإعرابية وأمور تتعلق به. نتأمل الأمثلة الآتية التي أمامنا. الجامعة الأردنية أولى الجامعات تأسيسا في الأردن. زرت صديقي في المستشفى ووزعت الشهادات على الفائزات بالمراكز الأولى في المسابقة. إن الفتى المجد ذو مهمة عالية. لو نتأمل الكلمات التي تحتها خط، كلمة أولى المستشفى،
العليا الفتى. عندما أقول نوعها إذن أنا أحدد كما مررت سابقا هو اسم أو فعل أو حرف. عندما نقول كلمة أولى مستشفى عليا هل هي فعل؟ لم تدل على ذلك، إنما هي نوعها إذن اسم. الحرف الذي انتهى به، لو نتأمل على آخر حرف انتهت به كلمة أولى انتهت بألف، المستشفى انتهت بألف، كلمة عليا انتهت بألف قائمة، كلمة فتى انتهت هنا بألف. هنا الحرف الذي انتهت به هذه الكلمات هي الألف. نأتي إلى الحالات الإعرابية، وكما تطرقنا في الدروس السابقة بمعنى الرفع والنصب والجر. عندما أتي لكلمة الجامعة مبتدأ، ماذا خبرنا عن هذه الجامعة؟ أنها أولى. إذا ماذا نعرب كلمة أولى؟ نعربها خبر، والخبر دائما هو مرفوع. إذا الحالة الإعرابية هي حالة رفع. بماذا ترفع؟ دائما ترفع عندنا الخبر كما مر معكم في الصفوف السابقة بالضمة، ولكن هل الضمة هي ظاهرة؟ طبعا لا، هي مرئية، غير مرئية عفوا، يعني غير ظاهرة على الكلمة. هي كلمة الأولى لا نستطيع ذلك، أو كلمة كذلك مستشفى أو إلى آخره. السبب في ذلك أنه هو منع ظهور هذه الضمة، هي التعذر. كلمة تعذر يعني استحالة أو شيء مستحيل، هو أن يظهر حرف العلة مع الضمة في الكلمات المنتهية بهذه الحروف. نأتي مثلا إلى كلمة مستشفى. مستشفى مثلا عندنا كلمة، نرجع مثلا إلى الكلمة الأولى نعرفها، خبر مرفوع بالضمة المقدرة منع ظهورها التعذر. كلمة مستشفى كما مر هي اسم وتنتهي بألف، والحالة الإعرابية في المستشفى، في حرف جر وهي اسم مجرور، إذا الحال أمامنا جر. نأتي إلى علامتها. عندما نأتي كلمة مستشفى هي عندنا حرف الاسم مجرور، ما هي علامة الاسم المجرور؟ علامة جره الكسرة. هل الكسرة هنا ظاهرة؟ أيضا هنا جاءت مرئي. إذا انتبه عزيزي الطالب، في موقعين إعرابيين أعربنا الاسم هي كلمة أولى وكلمة مستشفى، لم تظهر الحركات، ويعرب اسم مجرور بالكسرة المقدرة منعا من ظهورها التعذر. نأتي إلى كلمة عليا. وزعت الشهادات على الفائزات بالمراكز العليا. بماذا نوعها اسم؟ الحرف الذي انتهت به ألف، سواء هذا الألف كانت قائمة كعليا أو ككلمة مستشفى تبقى نوعها ألف. الحالة الإعرابية عندما أقول بالمراكز بي حرف جر والمراكز اسم مجرور، ما إعراب كلمة عليا؟ إذن بماذا وصفت هذه المراكز؟ بأنها عليا. إذن تعرب هنا نعت، نعتا مجرور بالكسرة المقدرة منعا من ظهورها التعذر. وكما تطرقنا كلمة تعذر يعني استحالة ظهور حرف العلة مع هذه الحركة. عندنا نأتي إلى كلمة الفتى، اسم وانتهت عندنا بألف. نأتي إلى الحالة الإعرابية المقول إن الفتى، الفتى إن، كما مرت معنا بصفوف السابقة أن إن تأخذ اسم وخبر، أين اسمها؟ كلمة فتى. وكما تعرف أيضا أن اسم إن يأتي منصوبا، إذا نعربه اسم إن منصوب بالفتحة. هل الفتحة ظاهرة على كلمة فتى؟ غير ظاهرة. إذا ما أين هي؟ إذا مقدرة. سبب في ذلك منع من ظهورها التعذر. كلمة تعذر أي بمعنى استحالة ظهور حرف العلة مع. أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء مرة أخرى مع درس إعراب الاسم المقصور والمنقوص والممدود. تعرفنا في الدرس السابق اللي هو تعريف الاسم المنقوص وحالته الإعرابية، وتكلمنا على أنه اسم منقوص وكل اسم ينتهي بها غير مشددة وما قبلها مكسور. وأخذنا الحالات الإعرابية هي ثلاث: الرفع الضمة المقدرة، والنصب الفتحة الظاهرة، والكسر والجر هي الكسرة المقدرة. اليوم سنأخذ عنوان أو درس بعنوان حالات حذف ياء الاسم المنقوص. يعني أحيانا قد يأتي اسم منقوص ولكن من غير ياء، هناك في أسباب أدت إلى حذف هذه الياء.
ونتعاون نتأمل الأمثلة التي أمامنا. عندما أقول أدار قاض عادل الجلسة جلسة المحكمة، بثت وسائل الإعلام صورة ناج من القصف الوحشي، التقى المذيع براو من رواد القصص. عندما نأتي إلى الكلمات هذه، كلمة قاض ناج وكلمة براو، ماذا أصل هذه الكلمات؟ واحد عزيز الطالب، كلمة قاض أصلها قاضي، وكلمة ناج أصلها ناجي بالياء، وكلمة براوي أصلها راوي ياء. فلماذا حذفت هذه الأسماء؟ دعونا نتأملها مرة أخرى. كلمة قاضي، هل جاءت كلمة قاضي نكرة أم معرفة؟ طبعا نكرة. إذن هذه أول سبب، إذا جاء الاسم المنقوص في حالة الرفع نكرة، هنا تحذف ياء. وأيضا إذا نأتي مثلا هو حال نكرة، السبب الثاني هل هو معرف؟ طبعا لا، نكرة. السبب الثاني عفوا إن هو مقطع الإعرابي، لما أقول كلمة قاض ما هو إعرابها؟ إعرابها أدار فعل، القاضي فاعل، القاضي هي أن إعرابها فاعل، إعراب الفاعل فاعل مرفوع بالضمة. إذن هون الموقع الإعرابي هي حالة رفع. إذا جاء الاسم المنقوص في حالة الرفع وإذا كان نكرة تحذف ياء. نأتي في الجملة الثانية، بثت وسائل الإعلام صورة ناج. ناج هنا عندنا الاسم المنقوص، فلنأتي نتأمله، ما هو؟ هل جاء نكرة أم معرفة؟ طبعا جاء نكرة. الحالة الثانية موقعه، عندما أقول بث فعل، الوسائل فاعل، وصورة إن هي مفعولة به، صورة ناج، إضافة صارت نكرة إلى نكرة، صار هنا عملية إضافة، إذن هون موقعه مضافا إليه مجرور، إذن هون إحنا الموقع الإعرابي عملية جر. إذن هاي ثاني حالة نستنتج إنه الاسم المنقوص إذا جاء في حالة الجر ونكرة أيضا تحذف ياء. نيجي آخر جملة، التقى المذيع براو من رواة القصص، راو أيضا جاءت نكرة وموقعها الإعرابي هي بحرف جر واسم مجرور، إذن هي موقعها الإعرابي جر. إذن نستنتج طلاب الأعزاء مما سبق أن تحذف ياء الاسم المنقوص إذا جاء نكرة غير معرف في حالتي فقط، الرفع والجر، كما في الأمثلة السابقة التي تم طرحها. ثانيا إذا جاءت غير مضافة، يعني بمعنى لم يأتي بعدها مضافا إليه، كما في حالتي الرفع والجر، كما في الأمثلة السابقة. ثلاثة، بقي أنا عندما نحوض هذه، نحذف هذه الياء، يجب علينا أن نعوض مكانها شيء دلالة على الياء التي حذفت، وهو ما يسمى بتنوين العوض، تنوين العوض اللي هو الجر، يعني عوضا عن الياء المحذوفة. ممكن طلاب الأعزاء يخطر في ذهنكم، طب إذا جاء الاسم المنقوص معرف، هنا في هذه الحالات كما في الأمثلة الثانية اللي هي مجموعة باء، أنها هنا جاءت الساعي، لاحظوا معرف، براعي الأغنام مضاف، أي جاء بعدها مضافا إليه، محاميا جاءت هنا منصوبة. إذا جاءت الاسم المنقوص جاء معرفا في حالتي الرفع والجر وجاء بعضها مضافا إليه، هنا تثبت الياء. والحالة الثانية إذا جاء منصوبا في حالة النصب تثبت الياء. نستنتج مما سبق أنه تثبت ياء الاسم المنقوص في حالة الرفع والنصب والجر، إذا يعني هناك شرط، إذا جاء معرفا بأل ومضاف، يعني يأتي بعده مضافا إليه في حالتي الرفع والجر، وإذا جاء منصوبا في حالة النصب، يعني موقعه نصبا كما في الجملة الثالثة. وهكذا وصلنا إلى نهاية الاسم المنقوص وحالة حذف ياءه، وآمنين منكم المتابعة. فاعل، وصورة إن هي مفعولة به، صورة ناج، إضافة صارت نكرة إلى نكرة، صار هنا عملية إضافة، إذن هون موقعه مضافا إليه مجرور، إذن هون إحنا الموقع الإعرابي عملية جر. إذن
هي ثاني حالة نستنتج إنه الاسم المنقوص إذا جاء في حالة الجر ونكرة أيضا تحذف ياء. نيجي آخر آخر جملة، التقى المذيع براون من رواة القصص. راون أيضا جاءت نكرة، وموقعها الإعرابي هي بحرف جر اسم مجرور، إذن هي موقعها الإعرابي جر. إذن نستنتج طلابي الأعزاء مما سبق أن تحذف ياء الاسم المنقوص إذا جاء نكرة غير معرف في حالتي فقط، الرفع والجر، كما في الأمثلة السابقة التي تم طرحها. ثانيا إذا جاءت غير مضافة، يعني بمعنى لم يأتي بعدها مضافا إليه، كما في حالتي الرفع والجر، كما في الأمثلة السابقة. ثلاثة بقي أن عندما نحوض هذه، نحذف هذه الياء، يجب علينا أن نعوض مكانها شيء دلالة على الياء التي حذفت، وهو ما يسمى بتنوين العوض، تنوين العوض اللي هو الجر، يعني عوضا عن الياء المحذوفة. ممكن طلاب الأعزاء يخطر في ذهنكم، طب إذا جاء الاسم المنقوص معرف، هنا في هذه الحالات كما في الأمثلة الثانية اللي هي مجموعة باء، أنها هنا جاءت الساعي، لاحظوا معرف براعي الأغنام مضاف، أي جاء بعدها مضافا إليه. محاميا جاءت هنا منصوبة. إذا جاءت الاسم المنقوص جاء معرفا في حالتي الرفع والجر، وجاء بعضها مضافا إليه، هنا تثبت الياء. والحالة الثانية إذا جاء منصوبا في حالة النصب تثبت الياء. نستنتج مما سبق أنه تثبت ياء الاسم المنقوص في حالة الرفع والنصب والجر، إذا يعني هناك شرط، إذا جاء معرفا بأل ومضاف، يعني يأتي بعده مضافا إليه في حالتي الرفع والجر، وإذا جاء منصوبا في حالة النصب، يعني موقعه نصبا كما في الجملة الثالثة. وهكذا وصلنا إلى نهاية الاسم المنقوص وحالة حذف ياءه، وآمنين منكم المتابعة.